ما دخلتوش مستشفى ليه يا نوح؟ ما عنديش استعداد حد يأذيني في سعيد ولا يلوي دراعي بيه. بس انت كده بتأذيه هو. انت ايه اللي جابك؟ طبعا انت بتسأل السؤال ده ومستني الإجابة اللي ترضيك، مع اني عملت اللي انت عاوزه ورحت سلمت نفسي لسيف العزاز عشان اتأكد ان هو اللي ورا قتل فيروز. اتفقنا كان انك تسلميني رقبة سيف مش تستني لغاية ما البوليس يقبض عليها. كنت عايزة أتأكد من الحقيقة عشان كمان مصيره ما يبقاش زي مصير توحيد وغيره، وأكيد كنت هسلمهولك في الوقت المناسب، وعشان كمان ما يأذكش يا نوح. يعني أنتي اللي هتحميني من سيف؟ أنت محتاج حد يحميك من نفسك، ودي حاجة محدش هيعرف يعملها غيرك. بقولك يا ليلى، أنا عارف كويس أوي إن مفيش جواك غير نوح. سيبك بقى من كل الكلام اللي انت قلتيه في الاول، ولو كنت فعلا جاي عشان خاطر سعيد كتر خيرك. في جديد في موضوع الحاج عوض السلموني؟ مين اللي ورا الموضوع؟ بما اننا متفقين ان احنا على الحلو والمر مع بعض فانتوا لازم تعرفوا كل حاجه. في اخبار مش كويسه. ايه؟ القصر اعتد فوق دماغنا ولا ايه؟ ايه يا ابني الكلام اللي انت بتقوله ده؟ استنى يا ادهم لو سمحت عايزين نفهم فيه ايه. انت لو ما بطلتش طريقتك دي مش هتقعد معايا في قعده تاني. صحيح كبير. طب قول 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 لا مش هتكلم تاني. قول. العيلة في أزمة مالية كبيرة وصدر قرار بتجميد أرصدتنا كلنا. طب والقرار ده صدر إمتى؟ وإيه السبب يعني؟ واضح كده إن في مؤامرة كبيرة على العيلة، بس إن شاء الله تتحل قريب. طول ما أنت ماشي في العدل ربنا مش هيكرمك. إيه اللي بتقوله ده يا ابني أنت؟ ثانية واحدة يا ياسمين. أنا سمعت شيخ زمان بيقول إن الفلوس بلوى. فلوس بلوى. البلوى ما بتجيش غير من السكة الشمال. واحنا بطلنا الشمال يا ده. هو ده بقى اللي هيجيب لنا الفقر. هو ده اللي هيجيب لنا الموت. لا انت بتقول بس كده عشان رجلك وجعاك. اللي انت بتقوله ده عيب قوي يا ادهم. لا والله بس انا بصراحه بقى مش داخل عليا سكه الارصده والبرصات والكلام اللي انا ما بفهموش ده. حاسس ان الحكايه دي كلها مصلحه. انت عايز ايه؟ ادهم زين العطار اليتيم الله يرحمه اخ معرضه عايز حق ايه؟ ورث ابويا. وانت ما حدش قال لك ان العطارين ما بيورثوش؟ الحدوته دي سمعتها كتير قبل النوم وبصراحه بقى ما بتشغلنيش. مسحها من دماغي. اقعدوا بقى مع بعضكم وحلوا مشاكلكم وادوني حقي. واصله؟ واصله. اسمع بقى. لازم تفهم ان اللي سهر عليك سهر علينا كلنا. انت مخاوم بقى دي حاجه ترجع لك. بس لو دماغك مشيت في اي سكه شمال اعرف ان محدش فينا هيبقى عليك. وتحط نفسك في حوار كبير قوي انت مش قادر. امين. انت عارفه لو حد عمل اللي انت عملتيه ده بيحصل فيه ايه؟ ما تنساش يا نوح ان الشغلانه دي انت اتعلمتها من بابا. ودي بقى شغلتي اللي معرفش غيرها. الحدود كانت شغلتك. كانت. قبل ما انا اشتغلها. وانا سبتها عشان كنت معاك. وانا لما بكون معاك ما بقاش محتاجة اي حاجة تاني من الدنيا. بس دلوقتي وبعد ما تخليت عني كنت عايزني اشتغل ايه؟ انا ما تخليتش عنك في الشغل. تخليت عني كست. ودي بتقتل اكتر يا نوح. اللي انت عملتيه ده بيدافع في حق عرب. حق عرب؟ حق العرب والحكم بين التجار وعادات العرف دي انت اللي بتعملها يا نوح. بتعملها عشان هيبتك انت وبس.
عايز تفضل كبير. خلاص ادفعوا لو مرة واحدة تمن حاجة. اللي انت عملتيه ده ملوش اي حل عندي غير اني اقتلك. او تتجوزيني. خلينا الاول نطمن على سعيد وبعدين ابقى افكر وارد عليك. اتهمت بالاحتيال في مشروع عقاري تابع لشركه من شركات المجموعه. اتهمت بالتلاعب في البورصه. واتهم بغسيل الاموال. ده غير مجموعه الاتهامات، التهرب الضريبي والجمركي ومحاضر عدم المطابقه. السؤال اللي انا عايز اساله بقى، احنا متورطين في اي حاجه من دول؟ لا طبعا. وبالنسبه للاستاذ ايمن رايه ايه؟ احنا مش متورطين في اي حاجه، لكن قانونا الناس دي ما بتتحركش وتفتش الا اذا كان في بلاغ للنائب العام بمستندات تثبت تورطنا. طب ايا كان اللي هيحصل انا مش عايزك تقلقي خالص، كل حاجه تتحل ان شاء الله. عم سليم يجي ونقعد ونتكلم ونتفاهم في كل حاجه. قهوتك بردت شاهد. انت مش حاسه ان الحدوته بتاعتنا غريبه شويه؟ هو انت لو تقصد يعني طريقه تعرفنا على بعض والماضي اللي بيربطنا ببعض، فهي فعلا اغرب حاجه حصلت في حياتي. بس انا بالنسبه لي في حاجه اغرب. ايه؟ يعني انك تبقي عارفاني وعارفه الماضي بتاعي وعارفه انا فيها ايه وبرضه مكمله عادي. وايه اللي يخليني ما اكملش؟ ما انت كمان عارفني وعارف الماضي بتاعي ومكمل معايا عادي. هو أنا المفروض أعمل إيه يعني؟ أحاسبك وتحاسبني على اللي فات؟ لا، بس برضو ساعات بحس إن أنت يعني بتحاولي إن أنت يعني بحاول أقرب منك عشان أنسى يوسف، صح؟ ده اللي أنت عايز تقوله؟ لا يا شهد، مش ده اللي أنا أقصده. شهد، أنا ساعات ببصلك كده وبقول إزاي بنت زي القمر زيك تقف جنب واحد زيي تقرب منه وتهتم بيه. فلوسك. بحاول اقرب منك ومشدوده ليك عشان فلوسك، قلت يعني ممكن اطلع منك بقرشين حلوين. ما تهزريش بقى. امال يعني هكون بقرب منك ليه؟ مستظرفاك؟ شايفاك حد كويس؟ اكيد لا طبعا. بص يا شهد، انا مش عارف اقولها لك ازاي يعني، بس انا يعني مش حاسس ان انا ممكن اكون هقدر ان انا يعني. طب بس عشان انت ابتديت تخرف قوي في الكلام، وبعدين انت النهارده طالبه معاك دراما قوي بصراحه. يعني انا مش فاضيه لده. انا همشي. همشي تروحي فين؟ همشي بقى. سيبك انت مع العفاريت بتاعتك دولت لحد ما تخلص وبعدين بتكلمني تاني. يلا سلام يا معقد. معقد قال. شوية قضايا كل واحدة فيهم في وادي، ازاي بقى تتفتح كلها مع بعض وفي نفس الوقت؟ أنا برضو عندي نفس الاستغراب، مش قادرة أفهم ازاي. لا، هي الحقيقة مسألة مفهومة قوي. أنت بس يا ياسمين اللي لسه ما عندكيش الخبرة الكافية عشان تقدري تكتشفي الألاعيب دي. مفهومة ازاي يا عم؟ أقول لك أنا بعد إذنك أستاذ سليم. اللي خلى الملفات والقضايا دي تتفتح في نفس الوقت هو إن في حد متعمد يعمل كده. مش بس كده، ده معناه إن نفس الحد ده كان متابع ومخطط وعارف من فترة. الله ينور عليك يا بيري. أنا بالإحساس كده شايف إن ده التفسير الوحيد ومفيش غيره. الحاجة التانية اللي أنا عايزة أقولها إن الشخص ده كان موجود
في صفقة شراء المجموعة الجديدة ومتابعها. برضو انت مش قلتلي ان انت كنت بتشتغل في إدارة الشركة للمشروعات أيام ما كانت المجموعة اسمها المتحدة، صح؟ صح يا فندم. وازاي كنت عارف ان العقود اللي مضتها الشركة المتحدة واللي هي هتتنقل مسؤوليتها للمجموعة الجديدة، وكمان كنت عارف ان عليها مشاكل زي مثلا مشكلة عقد بيع العقارات؟ التلاعب اللي حصل ما حصلش في المستندات بتاعت الشركة، ده حصل في المستندات اللي موجودة مع الشركة والمستثمرين، فبالتالي احنا طلعنا اللي احنا المختلفين عنه. وطبعا كده مع اول بلاغ للنائب العام ومقارنة المستندات هنبقى احنا المتهمين، ده لحد ما مكتب الخبراء يبت في الموضوع. يعني نبقى احنا ماشيين عدل في وسط الناس اللي ماشيين غلط، ومع ذلك نبقى احنا المتهمين. يا سبحان الله. يعني ترجمت الكلام اللي انتوا بتقولوه دلوقتي ان الناس دول يا اما اتفقوا علينا يا اما في حد جمعهم واشتراهم وخلاهم يعملوا كده. طب وبعدين يا جماعه ايه الحل؟ تجميد الارصده ده هيخلينا نضطر نلغي عقود دوليه وشروطها الجزائيه كبيره، واحنا السيوله اللي معانا ما تكفيش. ما تقلقيش يا سمين، مفيش حاجه تتلغي ولا حاجه، مفيش حاجه ترجع لورا كمان. ناوي تعمل ايه؟ هتصرف انا. انتوا كتر خيركم قوي رستوني على الفوله واللي فيها، الباقي ده بقى بتاعنا. وانا معاك يا يحيى، شوف انت ناوي تعمل ايه وانا في ظهرك. انت طول عمرك في ظهر عمي، وهو ده اللي مخليني مطمن. لا بس الحقيقه شابو يا بيري هاني. ميرسي يا استاذ سليم.